استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الصناعه والتكنولوجيا المتقدمه الاماراتي سلطان الجابر وخلال اللقاء رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بزياده الاستثمارات الاماراتيه في مصر ترسيخا للعلاقات الاستراتيجيه والاخويه المتينه بين البلدين وما بلغته من مستوى متقدم على شتى المستويات استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعه والتكنولوجيا المتقدمه بدوله الامارات العربيه المتحده، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه، وكذلك السيد خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذي لاماره ابو طبيه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان اللقاء تناول التباحث حول تعزيز التعاون المشترك بين مصر والامارات في الشق الاستثماري وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والاتصالات. وقد طلب السيد الرئيس نقل تحياته الى شقيقه سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات مرحبا سيادته بزيادة الاستثمارات الاماراتية في مصر وذلك ترسيخا للعلاقات الاخويه المتينه بين البلدين وما بلغته من مستوى متقدم على شتى المستويات مع الاعراب عن تطلع مصر لدعمها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين واستشراف افاق اضافيه للتعاون في كافه المجالات خاصه في القطاعات التي تتمتع فيها البلدان بميزات تفضيليه وذلك ترسيخا للعلاقات الاستراتيجيه بين البلدين من جانبه نقل الدكتور سلطان الجابر إلى السيد الرئيس تحية أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد مشيدا بالمناخ الاستثماري والتجاري الجاذب في مصر في ضوء العملية التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد بقيادة السيد الرئيس وهو ما يوفر فرصا متنوعة للاستثمارات الإماراتية والأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ككل ومؤكدا في هذا الإطار حرص الإمارات على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدان. لدينا على مختلف الأصعدة